أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نبدأ بعبادة الوحي. بغي الجزء الأول من البخاري. أول كتاب، كتاب بدء الوحي. أسمي يقال في صلاة الصلاة الرسول. أسمي ليست بس الوحي. قبل أن أقرأ الحديث، لابد أن أقدم ذلك. نبدأها بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة، خديجة سعدها. كانت مرافقة للنبي صلى الله عليه وسلم من أول خطوة في الوحي. أسكن في سدين أزواج. سكبت في ثلاث حلول الصلاة. المثل هذا هو ذكر. لذلك لابد في نظرتها لسيدة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة. هي المراشدة هكذا ذكرت أوصافها في كتب السيادة. إليك امرأة شريفة حاسبة ترجمة ناجحة كذا أوصاف شعر زنبور إسعاف شرف إسعاف الفهمة إسعاف الحلقة استخدام الماء صافي العائلة ليست سعود الماء ليست سعود الماء عائلة سعود إشارة سعود طيب وبقينا كنستجيب الرجال لشكل نجوم تجارتها بنسبه الاخبار اخيه باسم الصادره الامين اختارت وصار تسع الصفات عرف بها قبل كفاته صادره امين تسع الامانه وتسع الناس تسع التجارتها في التجار صار مش بسواق ليش بسواق في رزق التجارة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تاجر صادق أمين من بين أول النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. بين التاجر خدي حلال كلشي سدي ميزان سدي جار سدي يتزكي يتعشر إلى آخره. أسمي السلع سعدي كانت هي في صلى الله عليه وسلم شجاع الروس أسمي ديوان نظري بس تجارة سعد مات وكان يشارك في قطار قافلة قريش من خلال من تمكنه في التجارة وبعدين ثنا ياسين أسمه صاحب التجارة عالمي فأرسلته صلى الله عليه وسلم في رحلته الأولى للشام في قافلة قريش إذا يسألون خدام الحسن سبيسا يعني يقولون إيه روحه يقولون هذا الصفات في الدار يسجد الصفات إلى هذا الرزق يولد على كتب نظيمة التجارة أم هي يتعامل مع الناس التجار في نفسه الصفات الخير والبركة كل شيء يبغى كل حاجة يسجد يتبع في نفسه خارج ثم ياس عالم في الزواج وهذا من ساعة الإنسان حتى ذلك حتى بالقرص الفقراء يجوز من أحد الفقراء بشيء ولي من المرأة لكن الزواج الكبير هذا مش أصلا واحد بعد الشهر وصل بصلاة الزواج أعطى عليها الزواج وفرق عليها السلام وسع في الزواج من ولي خديجة حتى تزوجها مرتين قبل أن تزوجها بصلاة الزواج يونس بن عمرو بن الاسد وكان يونس بن عبد الاسد بن خديجه زد سعد 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 عهد سعد دولة كان هو الولي سيد الدكتور السيدة خديجة ام المؤمنين رضي الله عنها وهذا في اغلب الولايات بعد ان تجاوز الامر وهم الى بلد الوحي مباشرة الامام ابن كثير الامام الغزالي غزال غزال هذا تصور معين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو بنفسه في غار حراء. يتحمس يتعبد. ثم يتفق على جميع الولاد. يسوقوا سلم الغار في صافرة وحس. ايش يخلو النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولاً
القلب يتعبد بشرف شيخ الأنبياء الروح. تنمو القضية إليك بشرف القلب الخليفي. لو قال لي بشرف موسى. المهم تعدد الروايات، ولكن المؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحد الله عز وجل ويستخدم العباد استعادة التفكير في أنام الله وفي آية الله. استخدم الناس تتسجعه سبحانه باش الناس تنسى الوحي. يفكر والتفكير كما قال صلى الله عليه وسلم في كتابه الرائع التفكير فريضة الإسلامية. يمشي معها وحفظ يتوحد يتخمم كل ما يخلو الصحابة هكذا. هذا ثابت عند جميع العلماء. وطبعا سيدنا خالد جاء تستوي الوقوف ولا تستوي الوقوف إلى آخره. في عباس أشرف ينزل في المسجد بأمر الله عز وجل. ذلك هو الشيطان هو اللي جرب أول حديث أخذ يقول في ضرب البشر حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث بن عقيل عن شهاب بن عمر بن الزبير عن عائشة حديث معروف حديث عائشة الطبري أنها قالت أول ما فتن به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. ثم يمشي في ذا الوحي رسول في الصلاة قبل أن تنزل جبريل تنزل آية الأولى من سورة العدد إن يكتب في النوم الرؤيا الصالحة في الرياض تنزل في الرياض تنزل خاطر لا تبيعوا الشرار في مساعدة العالم تسفق عن بلد لا ولكن الرؤية الصالحة بلاد النبي صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزء من النبوة لأن الكلمة في بيت سوى الكلمة في الشرار التسعة صلوات رفع النفوس يبقى الدعاء الانفجار تلبس المال الرؤية الصالحة ما شاء الله. سيدة عائشة بالطوي تنال إذن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي صحيح ورؤيا صالحة بالوحي رؤيا صالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح أكيد سيقول لا أتفطر صافي ديجا تجي من سيدي الوحي أكبر. أما فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم علم بيده خلا ربي الصبر استحلال هذه فلق خلا إذا اختار في صلى الله عليه وسلم كان خير مناسب باش الخلا هذه واحد ربي سبحانه وتعالى ربي سبحانه أسمي موسى فكان فلما أخذ أحبيه الخلع ربي صلى الله عليه وسلم استشهد إلى الياس إلى مسلم خلع الغار وكان يخلو بغار الحمار فيتحنن فيه يعني يتعبد عبد الله عز وجل بما فتح الله عليه الليالي ذوات العدد ماشي يجي يا رب سيدنا الله الليالي ذوات العدد في السجارة سبحانه للغار خالد التقاء السماء مع الارض مع الايات الاولى من وحي الطارق ام بعد قبل ان يتسع الى امره ويتزود لذلك تظهر النبي صلى الله عليه وسلم بالخوف عن اعوين ثم يرجع الى خديجه فيتزود فيها حتى جاء الحق جبريل عليه السلام ينزل في داس ملك سفير الانبياء الامين جبريل اول ما سمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يلقى في الامكانيات
يعني ان شاء الله يقرا الاسبوع السابق كان امية الحصان، كان امية. وفي مبازل امية بدليل سورة الحج الآية الثانية، هو الذي بعث في الأميين في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. سبحانه هو رب سبحانه عز وجل الذي بعث في الأميين رسولا منهم سلاف ماشي ديال يوسف سي الدار سي الشمس ماشي يوسف هو سلاف سلاف الأرض الناس كل شيء. رسول يتلو عليهم آياته ويزكيهم تزكية على التربية، التربية ماشي قراية وخلاص، قراية وخلاص خاطية، لا التربية، ويعلمهم الكتاب والحكمة. لذلك أؤكد على أن التعليم ينصرف إلى الرؤوس، والتزكية تنصرف إلى النفوس، رؤوس ونفوس، فإذا امتلأت الرؤوس ولكن في نفوس خالقة لا بعد اقرأ باسم ربك. الناس اقرأ يسيد جبريل بن محمد صلى الله عليه وسلم، ماشي اللي يسأل شعر تصور بعد يسيوها ماشي اللي يقول لها اقرأ خلاص سيقرأ اقرأ طب لا من قرأ من بعد قال صلى الله عليه وسلم فأخذني فأعطاني حتى بلغني من الجد، يعني سودان الرؤوس يزور الحال ثم أسد بعد سنة سكر الدرس فقال اقرأ فبدأ يسمع الصغار فقلت من الناس بسم الله ما أنا بقارئ ذرف ذرف أخذني في ذرف قطعة ثانية في المسجد حتى بلغ من الجهل ثم أسد فقال اقرأ ذا الناس بسم الله السلام فقلت ما أنا بقارئ بدي يسجد أبي يسجد فأخذني فأفضلني وبعدين ثالثة ثم أرسلني في السلاسة يظل قاسي سلحاس بعد ما رئيس نبي التنزول عن سورة العلاقة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قلب رقيق قلب مشي سهولة قال يا ربي لك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يمكن أن تزور القرآن في البلاد أتوا السلسلة وما أدراك قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولحكمة أراد الله كان القرآن يتنزل عليه منجما أي مفرقا موزعا على مدار 23 سنة. الشيخ فريدريك زنقر لا يقاطع تلك البلاد لا يغلو الكفار الكفار كفار زعما غادي تسبى اصغر دوكا اللي تزير قرانك في الناس يبغي لنا تجاوز كذا ينزل دوكا غادي يقول لك وربي فتحت نفسك وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده ربي رسل كذلك اي لم ننزل القران جمله واحده ولكن نزلناه وزعه كذلك نثبت به فؤادك وردناه ترتيبا كذلك نزل شوي 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 غير نزل بالاسلام. طيب نسال ام بعد النبي صلى الله عليه وسلم رجع اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو فؤاده زي ابليس مثل الدوله يسد مباشره الى خديجه رضي الله عنه فقال سملوني سملوني فقد خشيت على نفسي وفي تلك الدوله قد صبرت ويل
يقدر الإنسان أن يسكن في الزيت كي تحمل أثناء وهم في لقد خشيت على نفسي. يقول طبعا لم يعهد هذا الانتصار، لم يعهد أول مرة إنسان سمعي أول مرة، فنتصور الجهد النفسي العقلي في عشرة أصغر سنتين وخمسين، مش الإنسان اسمها من بعد خديجة ولازم وزارة عن خديجة السنة واحدة وزارة زمالة كاسرين زمالة سنة يهودين خطي مش رايكين روح رمية روح سير جاسد روح روكا الصديق روح سير بخاري روح مكيبين نظر نظر مخامة تتاجي لها ولكن سنة عشرة ولكن نظر نظر إخلاص ربي سبحانه باش تصافح في صلاة سيدة دير بالميطة يعني الخطوة الأولى من الحلم تسيب يدس وتسيب الإنسان الصالحة يعني ربي سبحانه قبل أن ينزل الوحي عليه الصلاة والسلام اختار له الزوجة الصالحة المرافقة فقتله خديجة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم كلا والله لا يحزنك الله الا بالله صوت كان يولد في الحاله الثانيه طب وزيس ثنايا صحيح السلايم السيفك لفوذ السيفك القوه السيفك السيره السيفك الثقه خطر أولا يسمى ذي الموت أما يكون يسمى ذي الموت أولا يسمى ذي استطاع من ذا أما يكون يسمى ذي ميش يقول طاقة ربي يسمى الامتحان تكون بياه في كاس الاستطاع في كاس السيرة دولا دولا النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة لا تعرف سيدة لا سيدة ولكن بلا بلا زار سيريس الوحى ربي الغياء واحد صلى الله عليه وسلم خطر زار ليس عن صفة إلها لطاس ذات تسبيح لا يستغل ناس كلا والله لا يوصيك الله أبدا ربك تجري الهدى مرتبة كاس مصر ثابت ورث ناس إنك لرسول رحيم سواء صلة الأرحام الولد سكت زلي ذنبيس إزورانيس الأرحامينيس باش نسوي المثل في نظراتنا إذ مليون كيمنا نولد أنفع مني أو نفغان الغلال وفي الصربين بالمثلات ألف كنزان الأرحام عليك مش يمكن يشوفهم أشد يسمع الخيوط ما كان لعبي ولا غني ولا شدي ولا يدوم ولا يدوم هذه هي الشدي واحد بس نعم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث الكثيرة منها يمدنا لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحمه ليس إلى الحديث غيره ليس الواصل بالمكافئ معدها بشكل يمكن يدخل صوره مثل اسم مثل اسم الشيء خير ما شفت اسم الشيء اسم خليص مش خاطئ ليس الواصل بالمكافئ سنة رحمة أول شهادة اسمك السيدة خديجة بنت صلى الله عليه وسلم أو بشرك الجيل في الله أخرى النظارة في السبسطارة أخذ الشدة عبدالها قابل كان في ساعة سنة رحمة أما عبدالله وتحمل الكلب وتكسب المعدوم في السنة وتقر الضيف وتعين على الوالد بالحق خمسة خمسة يكيح وجهة الدرس كامل ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله كلما مكانك في النهاية صلى الله عليه
تديك سيرة فتصلوا كذين لها يتعاون المغفرة يتعاون الحجاج يتعاون الوجدان يتعاون الوجدان وإذا ظلموا لي دايما يتعاون الضعفاء بل الضعفاء يكرم الضيوف أقل ضيف بعدها ذوين يتسكن زميل في الدين هكا فكيس لو تسكن هذاك المرة فكيس ثقة إيمانيس ربي في البحر يموت ترى ثمرة كبيرة يا الله ما تفوز ثم تسعة أسابيع في توزيع بريكسيس لو كان السبب غش مرة أسير أول من الآن ثم تسعة أسابيع يسير سلاح مدروس مثل أسير أول من الآن أستفيد القوة سكفوا إذا كنت أقول في رسول الله في نهاية قبل السلام يتكدر لا أسباب يتكسر يعني في تفكير أنا أحفظ نفسي داخل الإيجاب أمي أذن في الطوز في السنة الصالحة هذه النظرات المحبقة اليوم يسمى الله في الله